قبل ما اطلع فاصل اعلاني توقعي للكل. نعم. فهد وزينة ولادك الله يخلي لك اياهم. الله يسلمك. شو بتخبري فهد وشو بتخبري زينة؟ انه من بعد ما ماتي يضلن ايد وحده، يديروا بالهم على بعض، يحبوا بعض، يخافوا على بعض. انا بفتخر فيهم، تعبت ولقيت بتربيتهم اثنيناتهم قلبي وربي راضي عليهم ليوم الدين. كثير بفتخر فيهم وبطلب من ربي دائما يعطيني طول العمر لضلني واقفه حدهم، وبقول يا رب انا ما عندي مانع اخسر صحتي، اخسر كل شيء، بس ما اخسر عيني، لانه هيضل نظري يشوفهم هي وخيي. الله يطول بعمرك ويخلي لك اياهم. ما بدي بكيكي، هلا بعرف انت ام عاطفيه، حدا وارث منك الالهام بيناتهم؟ لا. فهد مقيم بالسعوديه. فهد مقيم بالسعوديه، عندهم هيك احيانا الحس شوي بتلفنوا لي ماما انت بكي شيء او كذا، بيكون فعلا انا يعني بني شيء قلب ولد على زينه، بس لاثنيناتهم حنايه. الله اعطاه لفهد زوجي صالحه بتجنن، الله يعطيها طولة العمر بيان ويخليها، ولزينة زوج صالح وبجنن، الله يطول عمرهم ويخلي لي لهالعيلة الحلوة، وشوف أولادهم كبار. يا رب هذا اللي بتمنى، إنه نظري يضل لشوف أولادي وأولادهم عم يكبروا قدامي، والله يعطيني طولة العمر لضل حدهم. دخيلك يا ست ليلى عم تخوفيني هلا، كل شوي بتشددي على نظري. خير، هو اهم شيء بالانسان، اهم شيء نظره، لتضلك تشوف احبابك اللي بتحبهم. الام اذا ما شافت بالعين بتشوف بالقلب، الله يخلي لك اياهم. هو مزبوط، بس ويخلي لك حدا صحته او نظره. بيطلبوا منك تتوقعي لهم؟ ايه كثير. عن جد؟ بس انا بقول لك شغله، شو؟ ربيت وعلمت ولقيت وتعبت فخوره فيهم ولقيت، جدا جدا. الله يخلي لك هالعيلة الحلوة. سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف بكفين بساعة الصفر، ولكن شوف كم مرة اليوم بكيتني انت. انت حساسة زيادة عن اللزوم، ولكن من بعد آخر فاصل أعلى.